يقول السائل: فتاة تريد أن تجري عملية على العين بأن تأخذ قرنية من شخص ميت، ما حكم نقل الأعضاء من الميت إلى الحي؟ الميت لا يجوز العبث بجثته، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فلا يجوز العبث بجسم الميت وانتزاع أعضائه، بل الميت يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولا يتعرض لجثته بمثلة أو تقطيع أطراف أو أعضاء أو غير ذلك. نعم.